وحق من ضفضف على الكون ردنا يا ويم قبر العزيز الموت. بين سوق الشيوخ والبصرة يمتد هور الحمار، مشهد الأهوار والبردي والنخيل على امتداد النظر. شهدت أهوار الجنوب في العراق ميلاد الحضارة منذ سومر وبابل قبل 6000 عام. بين ذراعي الرافدين الكبيرين اللذين يغذيان العراق كانت نقطة الانطلاق لرحلة ستأخذنا عبر العراق بأكمله. استعادت الأهوار التي يغذيها دجلة والفرات بعضا من حياتها بعد سقوط الدكتاتورية التي نظمت تجفيف الأهوار من أجل إفقار ومعاقبة سكانها الشيعة المعارضين عادة لنظام الحكم في بغداد. إحنا الآن العراق يعيش مرحلة تجاذب غير طبيعية، تجاذب قوى، تجاذب تيارات، غياب الخطاب السياسي الوطني الحقيقي. كل الخطابات السياسية الآن داخل العراقية أنا باعتقادي وافدة من دول أخرى ومن قوى أخرى ومن أفكار أخرى، لم ينضج بعد الخطاب الوطني السياسي الحقيقي المخلص. رحلة فريق التصوير تتجه شرقا نحو علي الغربي حيث نصل إلى الحدود الإيرانية. تبكي نساء العراق من خلال مأساة الشهادة الحسينية مصير المرأة العراقية نفسها، ويبكين الرجال الذين فقدناهم، ويبكين الغائبين الذين لا يحصى عددهم اليوم في العراق. غناء الغائبين الكردي، الغناء مثل الحبل السري الذي يربط جميع مناطق العراق. إنه نوع من الوجد الجماعي الذي يتطهر بأدائه كل العراقيين. تمثال الملا مصطفى البرزاني القائد الكبير أبي القضية الكردية يسهر على شعبه. إربيل كانت محصنة بقلاع كبيرة أيام ملوك الآشوريين قبل 5000 عام. هذه القلاع التي نراها اليوم بنيت أثناء حكم العباسيين.